مشاهدينا قناة شوف تيفي، اليوم كنتواجدوا بالعاصمة الإسماعيلية مكناس وبالضبط في السجن ديال القاعة. هذا السجن اللي كيعتبر من أقدم السجون المغربية واللي كان بلاه مولاي إسماعيل. المساحة ديالو ما معروفاش، بزاف ديال الناس اللي كانوا جاو باش يكتشفوه وحدي الآن ما خرجوش. خليكم معنا نمشيو نشوفوا هذه الجولة هذه. سجن غامض مرعب وما عندوش البيبان. سجن قارب مكناس بناه السلطان المولى اسماعيل عام 1645 ميلادية باش يسجن فيه المجرمين والمعارضين للحكم ديالو. روايات كتقول على انه اللي كيدخل لهذا المكان ما كيخرجش منه، وذلك راجع للتصميم ديالو اللي على شكل دهاليز ومتاهات. حبس قارب المعالم التاريخيه اللي كتزخر بها مدينه مكناس، ويعود تاريخ التأسيس ديالو إلى القرن السابع عشر وبالضبط في فترة حكم السلطان المولى إسماعيل. والسبب التسمية ديالو بهذا الاسم نسبة للمهندس البرتغالي الأسير قارا، والذي صمم هذا السجن مقابل الحصول على الحرية ديالو. إذا كان هذا السجن هذا التصميم ديالو كان ثمن الحرية ديال الأسير قارا. بالنسبه للهندسه المعماريه ديال هذا السجن، هو كيتميز بهندسه معماريه جد معقده، لانه كيتكون من عده دهاليز، عده غرف، بالاضافه الى مجموعه من المتاهات. وكل غرفه داخل هذا السجن فيها مجموعه من الممرات، وكل ممر كيؤدي بدوره الى غرفه. اذا مما يجعل اي شخص توغل داخل هذا السرداب لا يستطيع ايجاد مخرج له. وهذه من الامور اللي كتقال بشكل كبير بان هاد السجن ما كيملكش باب. سجن قارة، وبسبب عدم توفره لأبواب كتقول الروايات على أن المولى إسماعيل جعل للسجن مخرج واحد فقط، وللقاه يمكن ليه يعانق الحرية، لكن للأسف حتى حد ما عثر عليها. هناك مجموعة من الروايات المتضاربة والتي تعطي بعدا أسطوريا لهذا السجن، حتى أن هناك سواء من حيث المساحة أن هناك تضارب في المساحة، في حين أن بعض الروايات تحدد مساحته حوالي 7 كيلومترات، هناك من يقول بأنه مساحة تمتد إلى أكثر من ذلك، ليس له باب، هذا كذلك من الروايات الشائعة بأنه سجن بدون باب. بالنسبة لهذه الثقب التي نراها خلفنا، هي يقال كذلك لأن هناك تضرب في الروايات، وقال بأنها كان يلقى منها السجناء والأسرى، ومنها كذلك كان يلقى إليهم الطعام. هذا ما يقال. في رواية أخرى تقال بأن هذه الثقب هي حديثة العهد، استحدثت من أجل التهوية إلى غير ذلك، وأن السجن بدون باب كذلك هذا يقال بأن هناك باب لهذا السجن، وهو الذي يوجد بضريح مولاي إسماعيل، أن ضريح مولاي إسماعيل كذلك كان بالإضافة إلى أنه ضريح كان يضم محكمة، ومن هذه المحكمة هناك باب الذي يؤدي إلى هذا السجن قارة.
وبالرغم من كل هذه الروايات والمعتقدات، إلا أن الحقيقة كتبقى مجهولة بالنسبة لنا، وكيبقى السجناء وحدهم أدرى بما يروج داخل السجن.